الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. أنا عمري مريم، خبيرة فنية في التعاون التنموي الألماني، ممثلة عن مشروع بياد، هو مشروع الاقتصاد الفلاحي المستدام. اليوم حاضرين مع بعضنا في يوم إعلامي حول انطلاقة كونكور كوبرونور، هو مسابقة تهم الهياكل المهنية الفلاحية لذا سمساء لجديا، شركات تعاونية والمجامع التنمية الفلاحية. اليوم الانطلاقة باش تكون في منظومتي زيتون واللوز، دونك زيت زيتونة بالخصوص واللوز. إن شاء الله نستناو أفكار مشاريع في المشروع، يهم كل الهياكل المهنية المتدخلة في 7 ولايات، منطقة الشمال الغربي ما يخص بيجة جندوبة سليانة والكيف، ومنطقة الوسط الغربي القروان القصرين وسيدي بوزيد. ماناش محددين بجهة معينة، لكن يلزمنا المشروع يتدخل في 7 ولايات هذوم. أحسن فكرة باش يتم اختيارها بطبيعة، فما مقاييس اللي باش يتم على أساسها اختيار أفكار المشاريع هذوما، باش يتم مرافقة الهياكل المهنية لتحديد الفكرة وبلورتها وبعديك مساندتها ومرافقتها حتى إنجاز المشاريع. كريم العلوي، مهندس رئيس ورئيس دير تمويل التشجيعات والهياكل المهنية بالمندوبية الفلاحية التنمية الفلاحية بالقيروان. احنا كدير تمويل التشجيعات والهياكل المهنية مكلفين بالتأسيس والتحسيس والمتابعة للشركات التعاونية ومجامع التنمية كهيكل مناحية فلاحية بتأسيسهم بمتابعتهم، وكسلطة إشرافية عند ولاية القيروان عند سيد الوالي وسلطة الإشراف في الرقابة، في إطار العمل اليومي متاعنا تكون هذه المشروع بياد، مشروع التنمية الفلاحية المستدامة، هو معاضدة جهود المندوبية والهياكل المساندة الموجودة عبر هالأيام التحسيسية هذه، وعبر القيام بمخططات أعمال هذه الشركات التعاونية اللي هي تشكو صعوبات من حيث التمويل، من حيث الموارد البشرية بتاعها والمادية، فبحيث أن يلزمنا يكون عندهم مخطط أعمال حتى يمدوها للهياكل التمويل، مؤسسات التمويل هي البنوك، باش ينجموا يكون عندهم ملف قائم حول برنامج استثمار خلال المدى القصير والمدى الطويل ومتصل بمواسط المدى، حتى الشركة حتى مؤسسات التمويل تنجم تمولها. شنو الهدف من هالبرنامج هذايا وهو اليوم التحسيسي هذا؟ هو التعريف بالمشروع، التعريف بالآليات اللي باش تدخل فيها المشروع. اولا هو باش يشخص الوضع نتاعهم، يشوف المشاكل نتاعهم، يتبين انه بصفه عامه المشاكل هي مشاكل تمويل، لانه يعني المال قوام الاعمال، والشركات هذوما من تكونين هم علاش عملنا هالشركات هذوما، هي باش نجمعوا وننظموا الفلاحه الصغار الضايعين في وسط السوق امام تحديات نتاع راس المال، هما ما نجموش، لا عندهم قدرة مالية ولا حتى قدرة معرفية بكيفاش يقتحموها الأسواق هذه. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.